ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي دعاء دودو تي في. اول شيء اذا اول مرة كتشوفوا الفيديوهات ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب هذا الاحمر موجود تحت الفيديو ملي غتضغطوا عليه غيظهر لكم الجرس وتضغطوا عليه حتى هو. ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو لايك نزلوا لي لايك للفيديو و كنبغيكم بزاف. والفيديو اليوم غنعطيكم بعض الافكار باش ما تحسوش بالملل خلال العطله ديالكم. كنتمنى الفيديو يعجبكم وشوف فانا كنقرا واحد الروايه اسمها هاري بوتر وكأس النار. ها هي الغالب ديالها. كنقرا في واحد الموقع اسمه فوريد واحد الموقع سميتو فوريد هو اللي كنقرا فيه هاد الروايه. وفعلا زين بزاف هاد الموقع وفيه بزاف ديال الكتب اذا بغيتو تقراوهم فقط كتحملوهم مجانا وكتقراوهم. زوروا بعض القنوات كاين بزاف القنوات انا كنتبعهم غنخليكم اسماء القنوات اللي كنتبعهم كيعجبوني بصندوق الوصف. واذا بغيتوا تزوروهم زوروهم وتجبروهم في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ضروري بزاف من المكتب ديالي يكون منظم باش كلشي نعدلوه المرتاحه. مو هادشي اللي بغيت نقول لكم على النظام وصافي. هادشي بغيت نقول لكم على النظام.